يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتاب تيسير العزيز الحميد ذكر المؤلف رحمه الله أن التوحيد قسمان: توحيد الطلب والقصد، وتوحيد المعرفة والإثبات، فما معنى ذلك وفقكم الله؟ هذا هو معناه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو المعرفة والإثبات، يسمى التوحيد العلمي. توحيد الألوهية توحيد الطلب والقصد، تطلب من الله وتقصد الله جل وعلا بأعمالك، تخلصها له. نعم، فالمعنى واحد وإن اختلفت العبارات. نعم.